المرات اللي فاتت. فالمسألة دي بيقول لك إيه for the sake، ودي موجودة في المسألة دي متاخدة من الشيت يعني اللي هو موجود في نهاية شابتر 2 اللي أنا بعته لكم قبل كده. For the circuit shown shows that V output بتساوي V1 plus V2 لغاية Vn provided that إن Rf تساوي 2n ناقص 1 في R. فبصوا يا شباب المسألة دهيت في عندي هنا input V1 و V2 لغاية Vn. ما يبقى مسائل عندي كده فيها كذا سورس في المسألة في الانبوت، يبقى بتتحل دايما عن طريق سوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن بعمل ايه؟ اخلي في 1 موجوده وافترض ان التانيين دول كلهم جراوندد، كلهم كانهم ايه خدوا صفار. لما يبقوا خدوا صفار هنا عندي كم برانش هنا؟ ان برانشز، ده هيبقى شغال معايا، والتانيين دول كلهم كانهم هيبقوا متوصلين ايه يا شباب؟ ها حد يقول لي؟ ها كانهم متوصلين ايه؟ بارلل ببعض. ها بارلل ببعض، بارلل ببعض وبارلل مع الار على ان. يعني بصوا يعني هم عددهم كام؟ ان ماينس 1 هيبقوا بارلل مع بعض، فالقيمه بتاعتهم تبقى كام؟ تبقى ار على ان على ان ماينس 1 اهي، وبارلل مع ار على ان. فالدايره بتاعتي لو فيها في 1 بس هتبقى بالمنظر ده، بعد كده هيبقى فيها في 2 بس ونفس المنظر، هيبقى فيها في 3 ونفس المنظر وهكذا يعني. فمفروض في الدايره زي دي هو بيقول لك ايه؟ اثبت ان الفي اوت بتساوي في 1 زائد في 2 زائد غايه في ان بشرط معين. يبقى في الحاله دهيت لازم الفي اوت هتساوي في 1. هنشوف بقى ايه الشرط اللي يخلي في اوت بتساوي ايه؟ يساوي V1. تمام يا شباب؟ فدلوقتي كان عندي هنا ال R دي موجودة اللي هي دهيت ال R مع V1، V1 مع ال R دي موجودة، وبعدين ال parallel combination بتاعت مين؟ بتاعت ال R على N وال R على N minus 1، وهنا ده ما حصل شوية أي حاجة. طيب فزي ما اتفقنا قبل كده إن هنا V داش هنا V داش، كويس؟ ففي داش انا هتساوي ايه؟ هتساوي في 1، واعتبر دي مقاومه واحده اللي هي البارل كومبينيشن دي هسميها ار داش، اللي هي ار على ان ماينس 1 بارلل مع ار على ان. فدي كانها حصلت الضرب على المجموع، اهو ار على ان ماينس 1 في ار على ان، هنا ار على اضرب في ان مضروبه في ان ماينس 1، فهتطلع هنا ار تربيع، ويطلع هنا هتبقى ان ار، وهنا بقت ان ماينس 1 في ار. اختصرها دي تطلع ار على 2 ان ماينس 1، بس ادي ار داش. طيب في داش هتساوي ايه؟ في داش هتساوي في 1 في ار داش دي على ار زائد ار داش، تمام؟ يبقى بتساوي في 1 في ار على 2 ان R على 2 n ماينس 1 دي اللي هي R داش على R على 2 n ماينس 1 زائد R. اضرب 2 n ماينس 1 بسط ومقام هيطلع لك النهايه V1 على 2 n، V1 على 2 n. طيب الكرنت I ده اللي ماشي هنا بيساوي V داش على R، I بيساوي V داش على R، فV داش اهي اللي هي V1 على 2 n، يبقى V داش على 2 N على R. طب ال V output تساوي ايه؟ V output بيساوي V داش ناقص V output ناقص V داش بتساوي I في RF. V output ناقص V داش تساوي I في RF. V output ناقص V داش تساوي I في RF. هتعوض عن I بالقيمة دي. ادي في داش اهي اللي هي في 1 على 2 ان زائد اي اللي هي في على 2 ان ار في ار اف، فكانها في 1 على 2 ان في 1 زائد ار اف على ار، دي في اوت. عشان في اوت تبقى بتساوي في 1 يبقى بالحاله ديت لازم الترم ده اللي هو مضروب في في 1 1 على ار اف على ار مقسوم على 2 ان ده لازم يساوي 1. فده لما تحسبها تلاقي ان ار اف طلعت بتساوي 2 ان ناقص 1 في ار،
دي الار اف. يبقى معنى كده ان ده الشرط اللي هو كان طالبه، ان ار اف تساوي 2 ان ناقص 1 في ار. يبقى اذا الدايره دهيت هتحقق انها تجمع كل الانبوتس دي اذا اتحقق الشرط ده. اذا اتحقق الشرط ده ان 2 ان ناقص 1 في ار يبقى بيساوي الار اف دي. في الحاله دي تعتبر دي سامينج سيركت، بس سامينج سيركت شباب تختلف عن السامينج سيركت الثانيه. اولا ما فيهاش اشاره، دي نمره واحد بتجمع مباشره، الثانيه كانت بتجمع وتضرب في ناقص. بس هنا ال V1 وال V2 لغايه VN ما بيتضربوش في فاكتور. هناك كان في امكانيه انك تقول نص V1 ربع V2 اثنين VN وهكذا، كان ممكن تلعب في وجود ايه؟ وجود فاكتورز في ال V1 وال V2 لغايه VN. لكن هنا لا، هنا الاوتبوت بيساوي المجموع مباشره. طبعا بناكد مره ثانيه يا شباب، هذا المجموع يجب انه يكون اقل من في سي سي اللي هي بتشغل الاوبريشن امبليفاير. لو كانت اكتر من في سي سي هيطلع في سي سي. يعني لازم المجموع ده يبقى اقل من في سي سي، سواء كان موجب او سالب. ده اول مثال يا شباب. شوف مثال ثاني. في اي اسئله الاول؟ ها؟ في اي اسئله شباب؟ ها حد يرد عليا بس؟ في اسئله؟ ما اعتقد تمام يا دكتور، مفيش حاجه واضحه. طيب ماشي شباب. اوكي احنا باستمرار يا شباب هنبقى حاطين في داش وفي داش باستمرار باعتبار ان هم ايه متساويين. المساله الثانيه يا شباب بتعتمد على فكره الكومباراتور. الكومباراتور زي ما قلنا قبل كده انها بيبقى عندي في انبوت وفي ريفرنس فولتج كده. اول ما الموجب يبقى اكبر من السالب يطلع الاوتبوت في سي سي، لما السالب اكبر من الموجب يطلع ماينس في سي سي. دي القاعده بتاعت الايه؟ بتاعت الكومباراتور. قاعده. ودي جايه منين؟ مره ثانيه جايه من ان هنا ما فيش اي نوع من الفيدباك. فاول ما البوزيتيف يزيد عن النيجاتيف اللي هو 15 ملي فولت اللي قلنا عليه قبل كده، خلاص يبقى الاوتبوت بيساوي زائد في سي سي. لو الفي انبوت زاد عن الفي انبوت بمقدار 15 ملي فولت خلاص يبقى بيساوي ماينس في سي سي. لو كان الماينس في سي سي ده هنا جراوند يبقى جراوند، يبقى الاوتبوت يبقى ايه؟ يبقى زيرو. لكن في المثال دوت هيبقى فيه بلس وفي ماينس. بيقول لك ايه؟ فور ذا كومباراتور سيركت شون the output voltage is square wave with duty cycle 30%. Determine VR حيث ان في input indicated اللي هي المنظر ده. كويس؟ طيب هنا هنبص شباب. في input اهو. اهو. وادي VR. هنا لما VR تبقى اكتر من في انبوت يبقى الاوتبوت موجب ولا سالب يا شباب؟ ها؟ لما في ار تبقى اكبر من في انبوت. ها؟ دي قاعده في سي. بوزيتيف في سي، برافو. ولما يبقى الفي انبوت اكبر من الفي ار تبقى ماينس في سي سي. فنيجي نبص كده نشوف. انا ما اعرفش في ار كام. عندي هنا في ار اهي، وادي ترانجلر ويف. فطالما ان في ار اكبر من الفي انبوت اللي هو ترانجل كده، يعني في المنطقه لغايه هنا لغايه اللحظه دي كده الفي ار اكبر. فبدل الفي ار اكبر يبقى الاوتبوت بيساوي زائد في سي سي اللي هو 12. دي اللي لقيته نظر النقطه دي لقيت يوم. بعد كده هيبقى هنا في انبوت اكتر من في ار، ففي انبوت اكبر من في ار يبقى سالب. اهو لغايه ما نيجي نوصل عند النقطه دي هيبقى في انبوت اقل من في ار، يبتدي يبقى يحصل كده فيرجع تاني موجب لغايه ما نوصل عند النقطه دي وهكذا. فيبقى ده المنظر بتاع مين؟ بتاع في اوتبوت مع التايم. هو قال لك ايه؟ قال لك ان الديوتي سايكل بتاعتي ب 30%. الديوت سايكل اللي هي مين؟ اللي هي تي 1 دهيت على تي كليه. تي كليه يا شباب دايما التي بتاعت الامبول سيجنال هي التي بتاعت الاوتبوت سيجنال. يعني هنا
التيب كام هنا شباب؟ حد يقول لي البيريود هنا كام؟ ها؟ 2 ملي سكند. تمام، احنا عايزين نحسب الفترة T1 على 2 دي تطلع دي 30% قال اللي هو انها 30%. بناء عليها نحدد ايه VR. تعالوا نشوف الحل بيمشي ازاي يا شباب. انا عايز احدد T1 كام و T2 كام. لو عرفت احددهم يبقى T2 ناقص T1 دي، خليكم بالكم واخدين بالكم دي بتمثل T2. T1 هي T اللي هي 2 ناقص T2 معايا. فيبقى عايز احسب T1 دي كام. بص بقى تشابه المثلثين ده، خدي بالكم ازاي صغير ده مع الكبير ده، هقدر اقول ايه؟ ان في ار على 6 بتساوي تي 1 على 1 اهي. تي 1 على 1 تساوي في ار على 6. كله واخد باله شباب؟ انا عملت في تشابه المثلثين دول سيميلر ده مع الكبير. فتقول في ار على 6 بيساوي تي 1 على 1. من هنا يطلع ان التي 1 بتساوي في ار على 6. المثلث الثاني بقى اللي هو ده الفتره دهيت، هتقول 2 ناقص تي 2 مقسومه على 2 ناقص 1 بتساوي في ار على 6 اهي. يبقى 2 ناقص تي 2 مقسومه على 2 ناقص 1 تساوي في ار على 6. من هنا اطلع ان تي 2 بتساوي 2 ناقص في ار على 6. التي 2 بتساوي تي 2 ناقص تي 1 اللي هي دي ناقص دي، تبقى بتساوي 2 ناقص في ار على 6 ناقص في ار على 6، تبقى كانها بتساوي 2 ناقص في ار على 3. الديوت سايكل بتساوي تي 1 على تي اللي هي تي ناقص تي 2 على تي، يعني 1 ناقص تي 2 على تي. قال لك ان دي 30%، فمدام دي 30% معناها ان تي 2 على تي 1 ب7 من 10. تي 2 على تي 1 ب7 من 10 والتي بكام؟ ب2. يبقى معنى كده ان تي 2 ان كابيتال تي 2 هنا تبقى بتساوي 1.4 من 10 ملي سكند. هنستخدم بقى المعادله دهيت، هتقول دي 1.4 من 10 بتساوي 2 ناقص في ار على 3. هتطلع هنا في ار بتساوي 1.8 من 10 الفي. يبقى الدائره دي بتطلع سكوير ويف بيديوز 30% اذا كانت الفي ار دي كام؟ 1.8 من 10. طبعا بقى ممكن تبقى تجيبها ان جنرال فانكشن من الفي ار وحاجه زي كده، مفيش مشكله يعني. ممكن تبقى المساله ان ديوت سايكل تبقى فانكشن في الفي ار على اساس ان في في ماكسيمم معينه، فممكن تتحل ان جنرال يعني. دي ممكن نبقى نديها كنوع من الاساينمنت يعني، ممكن نبقى نديها اساينمنت. الشباب انا شايف في بعض الناس بعتت لي اساينمنت وفي ناس ما بعتتش. عمرو هو لسه الديدلاين قبل الليكتشر اللي جاي؟ هم انا اعتقد لسه. طيب الليكتشر اللي يوم الاثنين. اه ماشي، بس بنبع عليهم يعني. ماشي حاضر، مش مشكلة. ماشي خلي. ده انا ستورينج ابديت، معلش انا اسف لا دي طلعت لي كده فجأة كده. دكتور بالنسبه للاب اللي جاي احنا هنجيب معانا كومبوننتس ايه؟ كومبوننتس موجوده في، هتجيب اوبريشنال امبليفاير ومقاومات على حسب المعمل اللي هي النون انفرتنج امبليفاير. تجربه بتاعت نون انفرتنج امبليفاير بتاعت اوبريشنال امبليفاير، شوفوا المقاومات الموجوده فيها قد ايه وهتجيبوها، بس اهم حاجه تجيبوا الاوبريشنال امبليفاير معاكم ده 741. بص قبل ما نخلص النهارده هقول لك تبقى تجيب ايه بالظبط. هرجع معك. حاضر. طب دكتور هو احنا ممكن نعرف الكومبوننت دي قبلها بفترة يعني، بس قبلها بيوم دي؟ طب انا المانيوال معاكم يا شباب
يعني أنا يعني معاك يعني ممكن هو بس يعني ترتيب اللابس يعني هي ماشية بالترتيب المانوال بالظبط. انا ما ممكن ارخص لكم واقول لك تجيب ايه على طول التاب، ممكن اعملها لكم وابعتها لعمرو اراجع مع التجارب كلها واقول لك هتجيب ايه. بس يعني بالنسبه لبكره للضروري الاوبريشن اللي فيها 741 وهقول لك دلوقتي ايه المطلوب تاني، هقول لك هراجعها لكم. طيب بص شويه مساله ثانيه اهو، هنا في انبوت وادي في داش وادي في داش، هنا طبعا في سلكة موجودة هنا مش واضحة بس سلكة موجودة هنا شباب. بيقول لك ايه اثبت ان في المسألة دي ان اي ال ده بيساوي في انبوت دي على ار، ملوش اي علاقة بار ال، ده بنعتبره يا شباب كارنت سورس. كارنت سورس معناه ان الكارنت اللي ماشي في البرانش ده ملوش علاقة بالامبيدنس اللي موجودة في البرانش نفسه، ملوش علاقة بالإمبيدنس اللي موجودة في البرانش نفسه. يعني الـ RL دي تكون زي ما تكون مش مهم، الـ IL ده هو في input دي على R بشرط ان ده R و R و R. تعال نشوف نسبة الكلام ده ازاي يا شباب. بص شباب هنا في داش هنقول انها بتساوي ايه، بصوا الـ RL مع الـ R دول parallel، فالفي اوتبوت هيبقى مضروب في ار بارل مع ار ال على ار زائد ار بارل مع ار ال اللي هي دي. بيداش بيساوي الكلام ده في ار بارل مع ار ال على ار زائد ار بارل مع ار ال، هنعوض بقى على ار بارل مع ار ال اللي هي ار في ار ال على ار زائد ار ال اهي، فهيطلع في اوتبوت في الاخر هيطلع بيساوي المعادله دي، ادي في داش بيساوي RL على R زائد 2 RL. كويس؟ طيب لما ده معرفنا ال V داش بدات V output اقدر اجيب بقى الكرنت ده، الكرنت I ده يساوي V input ناقص V داش دي على R، وبعدين هتقول بقى ايه ان V داش ناقص V output تساوي I في R. دي الفكرة. هنشوف بقى تساوي امتى، ايه اللي هيحصل في IL دي. طيب اي بيساوي في انبوت ناقص في داش على ار، هنعوض عن في داش بالكلام ده اهي على ار، هتطلع من هنا الفي داش لما تعوض عنها في علاقه هنا بين الفي اوتبوت والفي انبوت، هيطلع هنا في انبوت ناقص في اوتبوت. يعني انت احنا عملنا ايه هنا، انت هتشطب تعوض الار مع الار وهتعوض عن في داش بتساوي الكلام دوت، هيطلع لك المعادله دي اللي هي هتقول الى هذه المعادله في اوتبوت في الكلام ده بيساوي 2 في انبوت يساوي في انبوت، هيطلع لك ان في اوتبوت في ناقص ار على ار زائد 2 ار ال يساوي في انبوت. كويس؟ او ان ناقص في اوتبوت على هودي الار هنا عشان تبقى فيها في انبوت على ار، يبقى ناقص في اوتبوت على ار زائد 2 ار ال بيساوي في انبوت على ار. طيب ناقص في اوتبوت على ار زائد 2 ار ال دي خليها كده معانا في الـ في الـ في الاعتبار، الاي ال دي بتساوي ايه؟ الاي ال هنا بتساوي 0 ناقص في داش على ار ال، في داش خلي بالك انها تبقى بالماينس، زيرو ناقص في داش، فهي ناقص في داش على ار ال، الاي ال ده ناقص في داش على ار ال، هتعوض عن في داش بالقيمه دي اهي، تبقى هي بتساوي الكلام ده. طيب هنا ناقص في اوتبوت على ار زائد 2 ار ال هي نفسها الاي ال، بتساوي مين؟ بتساوي دي، فدي اللي هي هنا بتساوي اي ال اهي، في انت هتشطب هنا ار ال مع ار ال، يطلع ان اي ال بتساوي ناقص في اوتبوت على ار زائد 2 ار ال. كويس؟ ادي الاي ال. طب القيمه دي نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي في انبوت على ار.
يبقى معنى كده ان في انبوت على ار بتساوي في انبوت على ار ال. فزي ما بقول المساله دي عباره عن مساله كارنت سورس، يعني انت الكارنت اللي ماشي هنا ملوش اي علاقه بالار ال، ملوش اي علاقه بها بقيمتها قد ايه، كبيره صغيره ما اعرفش ايه وبتاع، هي 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 نفس الكلام. بعدها طبعا انه ما تبقاش صفر، يعني مش هتبقى صفر يعني، لا يعني الصفر ده ولا صفر ولا ما لا نهايه، لكن اي قيمه ثانيه خلاص. دكتور زي الـ IL يكون انت في داس على RL، مش مفروض في داس على RL؟ ما هو ممكن يبقى في داس سالب، يعني ممكن جدا يبقى كده، يعني ممكن تبقى في يعني لو كانت في داس سالبة هينفع، لو كانت في داس سالبة ينفع، لكن هو تعريف. اقول لك حاجة، انت فاريبل يعني لو دي موجبة، لو دي موجبة الفي داش هيبقى الاي ال ده هيبقى بالعكس، هيبقى بالناقص. يعني لو عكست اتجاه اي ال هيبقى ناقص في انبوت على ار. يعني لو ما خدتش الاتجاه كده، خدت الاتجاه العكسي، يبقى ناقص في انبوت على ار برضه، يبقى مقدار ثابت. يعني لو انت قلبت الاتجاه بتاع الكرنت ده يبقى بالناقص، ناقص في انبوت على ار. طب انا مش فاهم برضو، احنا ازاي فرضنا ان هي نيجاتيف في المسألة؟ يعني هنعرف ازاي ليه؟ ازاي فرضنا ان هي نيجاتيف في المسألة؟ يعني عرفت ازاي ان هي نيجاتيف؟ لا، ما ال 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 الكرنت اللي ماشي في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه هو في انبوت على ار. لو الكرنت دوت معكوس هيبقى بالماينس، هيبقى بالماينس، هيبقى ماينس في انبوت على ار. ما في انبوت دي ممكن تكون سالبة، يعني الكلام هيستقيم امتى؟ يبقى الاي ال في الاتجاه اللي انت بتقوله لما يبقى الفي انبوت دي سالبه. لو الفي انبوت دي سالبه خلاص هيبقى في الاتجاه المظبوط، ويبقى في انبوت على ار، بس الفي انبوت هي نفسها سالبه. يعني لو في انبوت سالبه يبقى الكلام مظبوط، يعني على اعتبار ان لو في انبوت سالبه، بس خلي بالك لو في انبوت سالبه الكرنت هيبقى في الاتجاه العكسي كده، الكرنت اي هيبقى في اتجاه العكس، وبالتالي في اوتبوت هيبقى طبعا مؤكد هيبقى موجب. ما هو بص الفي اوتبوت، خليك معايا، مين اللي بيسال؟ اسمك ايه؟ احمد حاتم. حاتم ماشي. بص يا حاتم، الفي اوتبوت في الحاله دي، في المساله اللي قدامنا دي، سالبه. ليه؟ لان الكرنت ماشي كده وكده، فمعنى كده ان في اوتبوت دي بتقل عن الفي انبوت دي باتنين اي ار، خد بالك ازاي؟ فممكن جدا الفي اوتو دي تكون سالبه. فلما في اوتو دي تكون سالبه يبقى الفي داش دي سالبه هي كمان، خد بالك ازاي؟ يعني ممكن جدا تبقى في داش دي سالبه. لو في انبوت موجبه هتلاقي في داش دي سالبه، والعكس يعني في داش هنا هتبقى غالبا سالبه مش هتبقى موجبه. يعني في المسألة دي الفي داش دي سالبة مش موجبة، بس فده اللي هيخليك الكرنت بتاعك لو سالبة هيبقى الاتجاه كده صح. بص حبيبي، اقول لك هوضحها لك كده ببساطة. الدايرة دي انفيرتنج امبليفاير في الأساس، انفيرتنج امبليفاير، بص اللي هي ار وار، يعني في الحالة دي الفي اوت تقريبا ناقص في انبوت معايا. الفي اوتبوت ده، الفي اوتبوت ده ناقص في انبوت، وفي انبوت جاي هنا وبيتوزع ما بين الاثنين دول. بس نتيجه الاوبريشن امبليفاير جهد النقطه دي وجهد النقطه دي قد بعض، ده تاثير الاوبريشن امبليفاير. خلي بالك الاثنين دول ايه؟ قد بعض. ماشي؟ طيب الفي اوتبوت يعني الفي اوتبوت دي يعني لما الفي انبوت دي تبقى موجبه دي غالبا سالبه، فلما دي تبقى سالبه هيبقى الكرنت ماشي كده. لو دي بقى هنا سالبه يطلع دوت موجب، يبقى الكرنت معكوس. ده اللي هيحصل. ادي المساله ديت. طب يا دكتور، هو اي ال هنا نيجاتيف عشان هو رايح من الجراوند للفي داش، صح كده؟
دي واحد. هاي ال هنا لو في داش يا بنتي سالبه هيبقى الاتجاه يبقى كده مظبوط، اتجاهه كده صح. لو في داش موجبه هيبقى اتجاه الكرنت الحقيقي اللي تحت على حسب. مش احنا اصلا كنا نتكلم عن الفي انبوت هي السالبه وموجبه، اصل الفي داش لازم تكون موجبه عشان الاي ال يبقى فوق حسب الفي انبوت. بص الفي انبوت دي لو موجبه هيطلع ده سالب، لو ال في انبوت دي سالبه هيطلع ده موجب. والفي داش تطلع ايه؟ ما في داش نفس اشاره ده لانها نسبه من تمام. يعني لو ده موجب هيطلع ده سالب ويطلع ده سالب، يبقى ساعتها الاي ال تحت. لو ده سالب يبقى اتجاهه زي ما احنا رسمين. ما ازاي اصلا الفي داش تبقى اقل من جراوند يبقى الاي ال العكس؟ لو ده موجب خليك معايا يبقى ده سالب، سالب يبقى ده سالب، يبقى الاي تحت. لا يبقى كده لان زيرو سالب، زيرو ماينس في داش. خلاص انا بسكت اتلخبط. لو ده موجب، لو ده سالب هيطلع هنا موجب، لما يطلع هنا موجب يبقى هنا موجب، يبقى الكرنت هيتعكس. فهو وهو بالمنظر ده في انبوت على ار ال، في انبوت على ار. فلو في انبوت موجبه خلاص هيبقى الاتجاه ده، لو في انبوت سالبه هيبقى الاتجاه العكس، الفعل بتاعه الاتجاه العكس. شكرا دكتور. ماشي يا حبيبي. طيب المثال الرابع، for the circuit shown the temperature sensor LM35 اللي هو ده gives an output 1/100 T where T is the temperature in Celsius. كويس. Determine T at which lead is on. بص شباب الدائرة دي لما تبص لها دي دائرة ايه كده؟ حد يقول لي؟ ما لازم اشكال الدوائر الشباب تكون محفوظه بالنسبه لكم، لازم تبقى انت عارف دي دايره ايه. ها الدايره دي دايره ايه؟ تاني واحد ده الكومبرابل. ده سبتراكتور. تاني واحد يا كومبرابل سبتراكتور وده كومبرابل، انا كاتب تحتها. كويس. فانت عندك في فولت هنا بيتناسب مع التمبريتشر. هنا احنا قلنا ايه؟ اعتقد ان دي كنا ناقشناها. لما يبقى المقاومه دي قد دي ودي قد دي بيطلع ان الفي اوتبوت اللي هنا بيساوي الفرق بين الاثنين دول في 1 ناقص الفولت اللي هنا مضروب في النسبه اللي هي دي على دي. يعني لو النسبه دي ثابته، لو النسبه دي قد النسبه دي خلاص اللي هي هنا 100 على 5 تبقى 20. يعني الاوتبوت في اوتبوت 1 ده بيساوي في 1 ناقص 1 في 20. 20 دي اللي هي 100 على 5. تمام. فده لما يكون دي قد دي ودي قد دي، او ان النسبه دي هي نفسها النسبه دي، فبيطلع ان هو بتساوي النسبه دي مضروبه في الفرق بين الاثنين دول. الفرق بين مين؟ بين اللي داخل على الموجب واللي داخل على السالب. كويس. دوت هيتقارن بالفولت ده. لو ده اكبر من 1 فولت هيبقى الاوتبوت هنا بيساوي 12 فولت، يبقى الليد ينور. لو ده اصغر من ده يبقى الليد ده هيطلع اوتبوت صفر، لان هنا النيجاتيف في سي ب 0 يبقى الاوتبوت بتاعي هيطلع صفر. ماشي يا شباب؟ دي فكره المساله. فيبقى فكره دي مساله صحيح هي فيها اثنين اوبريشن من الفير بس بسيطه. هي احنا قلنا في 1 بتساوي 1/100 تي، في اوت اوت 1 بيساوي 100 على 5 في في 1 ناقص 1، يبقى بتساوي 20 في 1/100 تي ناقص 1. يبقى دي هتطلع 2/10 تي ناقص 20. كويس. الفي اوت اوت 2 ده هيبقى بوزيتيف لو في اوت اوت 1
اكبر من 1 فولت. فده لو يعني في حاله ديت النقطه الكريتيكال لما نساوي في اوت 1 بواحد، فدي هتخليني من هنا هنحسب التمبريتشر يطلع 105، يطلع 105 يبقى الليد ده ينور لو درجه الحراره وصلت الى 105. يعني الدائره دي تعتبر زي ايه؟ دائره مثلا تحذير، اللمبه دي تنور لك معناها درجه الحراره عليت. ممكن تبقى فكره مماثله بقى، درجه حراره عليت، ممكن يبقى بريشر مش عارف زايد، ممكن يبقى اي حاجه على حسب بقى السنسور اللي انت بتحطه ده. لو السنسور اللي انت بتحطه ده بيقيس بريشر، بيقيس تمبريتشر، بيقيس سرعه، اي كان، فهو هيديك فولت هنا وبعدين هيضرب في فرق بين الاثنين. يعني الواحد ده فولت ده بيعتبر كانه ايه؟ ريفرنس، يعني ريفرنس اللي هو بيناظر، يعني هنا في الحاله بتاعتنا ده بيناظر درجه حراره 105. طبعا ممكن تغيير اي حاجه من الحاجات دي، يعني النسبه بين الاثنين دي لو اتغيرت خلاص الوضع هيبقى مختلف. يعني ال 100 كيلو دي يعني بدل ما الريشيو هنا 20 ممكن الريشيو دي تبقى 10، لو الريشيو دي بقت 10 بقت هنا 1 من 10 ناقص 10 وهكذا، تلاقي درجه الحراره تختلف. فانت على حسب المقاومات دي ممكن تغير الريفرنس تمبريتشر اللي احنا بنقول عليه. كويس؟ دي يا شباب المسائل اللي ايه اللي انا قدرت اجيبها، يعني تبقى بتغطي الحاجات اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي. يعني ما خدناش حاجات تعمل لنا مسائل اكتر من كده، لان احنا لسه ما اتكلمناش على شميت تريجر. ما اتكلمناش على شميت تريجر، ده شميت تريجر هيبقى عليه مسائل هتبقى تتقال المره الجايه، ولسه ما حلناش مسائل، ما قلناش على انالوج تو ديجيتال وديجيتال تو انالوج. ان شاء الله هتبقى محاضره يوم الاثنين اللي جاي. محاضره الاثنين اللي جاي هننهي تماما الاوبريشن امبليفاير، وهيبقى الاسبوع مش اللي احنا فيه، اللي بعده ده هيبقى فيه كويز، هيبقى خاص بقى بالباب الاولاني اللي هو بتاع الدايود وبتاع الايه ان شاء الله الاوبريشن امبليفاير. تعال نشوف ايه المعمل وايه المطلوب فيه ونناقش مع بعض كل الحاجات. في اسئله الاول؟ ها؟ اه دكتور، هو لو انا عندي هنا ال V output 1 بتيكوال 1 فولت برضو، فكده هو هيطلع 12 بتساوي كام؟ بتساوي 1 بتساوي 1 فولت. اه فكده البوزيتيف 1 بالظبط، دي مش هتحصل يعني، يا ازيد سنه يا اقل سنه. لو ازيد سنه هيطلع الليد ينور، اقل سنه يبقى الليد مش هينور. لكن بالظبط واحد ما بتحصلش يعني. اصل احنا بنتكلم على رينج ملي فولت. بنتكلم على رينج ملي فولت. يعني هي بيقول ايه؟ لما درجه الحراره هنا تبقى 105 هيبقى هنا واحد. هي 105 وهمسة بعد كده يعني. يعني 105 ومثلا وواحد من عشر. خلاص تلاقي الليد دي نورت. لكن الكمبيوتر يعني لما يبقوا الاثنين بالظبط قد بعض، الاثنين بالظبط قد بعض الاوتبوت بتاعك ما زال صفر. الاوتبوت ما زال صفر ما ينورش، لكن سنه صغيره بعد خلاص اشتغل. دي فكره الكمبيوتر يعني. فكره الكمبيوتر زي ما احنا اعتقد شرحنا الدايره بتاعت نور السلم مش كده؟ ها؟ شرحنا الدايره بتاعت نور السلم. نفس الكلام، المكثف اول ما الفولت بتاعه يزيد عن حاجه بسيطه قوي عن الريفرنس خلاص يبقى اللمبه تطفي. اللمبه تطفي. تمام يا دكتور. في اسئله ثانيه يا شباب؟ ها؟ طيب هشوف المعمل نناقش مع بعض المعمل. اغلبيه الناس بعتت لي تجربه معمل بتاعت الهاف ويف ريكتفاير. حدش بعت لي اي تجربه ثانيه يا شباب؟ ولا في ناس بعتت تجارب ثانيه؟ دكتور حضرتك يعني عاوز؟ لا انا بعت يا دكتور اللوجيك جيت. مش انتوا عملتوا تجربتين يا شباب اول مره اللي هي الهاف ويف واللوجيك جيت؟ بعتنا الاثنين مع بعض. بعت الاثنين مع بعض؟ طيب بعت في اللاب. دي كانت ايه وايه؟ اللي فيها الدايت يا دكتور، اللوجيك جيتس، وبعد كده الهاف ويف ريكتفاير واللوجيك جيت. طيب اه ماشي، انا بعتهم لعمرو بس مش عارفه هم وصل لحضرتك ولا لا، ف
لو كده هبعتهم تاني يعني لحضرتك على الميل. ابعتهم لي ما جرش حاجه، ابعتهم لي تاني على الميل بتاعي وخلاص يا بنتي. تمام. هي تبع السامبل زي انا كنت بعتها لحضرتك على الميل. هي تبع السامبل زي انا بعتها لحضرتك. تبع سيكس انت بعت خلاص هتشيك علي. حاضر. طيب شوف اللاب بقى. دكتور انا فتحت الدرايف ما لقيتش السيتس اللي هي الاسئله دي منه، مش الاسئله دي موجوده في السيتس صح اللي حضرتك حليت فيها النهارده؟ دول موجودين في اللي في الشيت. مش لاقي الشيت على الدرايف. ممكن تبعت حضرتك تبعته لا في شابتر، في شابتر 2 ما عدا المساله الاخيره دي من دماغي. المسألة الثانية دي ضمن المسائل، خلي بالك مسائل. نعم البورد يعني التانيين كلهم موجودين صح ولا لا؟ مسألة واحد واثنين وثلاثة موجودين. ماشي دكتور اشوف ماشي. طيب لو في اي مشكلة بلغ عمرو ويبلغ، لكن ما فيش مشكلة ان شاء الله. بصوا شباب في مسائل هتلاقيها مش هتعرف تحلها او ما اديناهاش، اللي هي ايه؟ انا اتكلمت معاكم على الايديال اوبريشن امبليفاير، البراكتيكال اوبريشن امبليفاير ده انا بندي لطلاب يعني اللي ما بيبقى عندنا وقت، فانا لو الكورس ده معايا فيه وقت ارجع تاني للاوبريشن امبليفاير واتكلم على الريال اوبريشن امبليفاير. يعني احنا الاوبريشن امبليفاير بنتكلم عليه ده، بص بصفه عامه كل اللي قلناه صحيح في اللو فريكوانسيز، صحيح في اللو فريكوانسيز. طيب لو فريكوانسي يعني لغايه كام؟ يعني بتكلم لغايه مثلا 50 كيلو هرتز، تقدر تقول الكلام ده كله صح. اعلى من كده في مشاكل اخرى بقى، فاللي هو بيسموه البراكتيكال اوبريشن امبليفاير بقى. لو انت بتتكلم على ترددات عاليه يبقى في كلام تاني. ففي عندك هتلاقي في مسائل فيها حاجة اسمها سلو ريت، وهتلاقي حاجات فيها الانبوت امبيدنس مش ما لا نهاية محددة زي كده. دي مسائل دي احنا ما تناولناهاش في الشرح، يعني انا ما اتكلمتش على البراكتيكال اوبريشن امبليفاير. لو فاض معايا وقت في الاخر هتكلم فيه، لان احنا لسه عندنا ثانية واحدة يا شباب. ايوه معلش انا اونلاين دلوقتي اكلمك بعد ساعة كده. ف البراكتيكال اوبريشن لو فاض عندنا وقت هتكلم فيه، لان احنا عندنا لسه في حاجات على الترانزستور امبليفاير، والترانزستور امبليفاير ده هياخد مننا شوية وقت، لان هتكلم على دي سي بايسنج ده باب، وبعدين الامبليفاير ده باب تاني هياخدوا مننا شويه وقت، وبعدين عندي الفلترز ودي برضو هتاخد بعض الوقت، واذا فاض وقت هنتكلم على التايمر سيركتس اللي هي دايره اسمها دايره الثلاث خمسات. فلسه قدامنا شغل كتير. احنا دلوقتي الاسبوع الكام يا شباب؟ خامس. احنا في الاسبوع الخامس دلوقتي شباب اهو، فلسه قدامنا وقت كتير، فانا ما عنديش وقت اتكلم في البراكتيكال اوبريشن امبليفاير. لو فاض في وقت في الاخر نشتغل مع بعض فيه ان شاء الله. لكن يعني نقدر نقول ان الكلام بتاعنا ده سليم لغايه حوالي 50 كيلو هرتز، بعد كده لا الكلام بيبقى في مشاكل تانية. يعني انا فرض ايه في الاوبريشن امبليفاير ده؟ فرض الجيم بتاعه كبير جدا، وفرض الانبوت امبيدنس كبيره جدا، وفرض الاوتبوت امبيدنس صغيره جدا. ان رياليتي الجين كبير لكن مش مالها نهايه. ان رياليتي الانبوت امبيدنس كبيره بس مش مالها نهايه. ان رياليتي برضو الاوتبوت امبيدنس صغيره بس يعني معناها انها في رينج بتاع اومز، يعني 30 اوم 50 اوم كده كده مش صفر يعني. فلو خدت الحاجات دي في الاعتبار انها ان ريال فالوز بقى يبقى في كلام تاني. فده ده ما تناولناهوش، ده اللي هو متناوله بعض المسائل اللي موجوده في الشابتر 2 اللي احنا ما اديناهاش. حتى لو انت قريت شابتر 2 هتلاقي في اجزاء انا بتكلم فيها على البراكتيكال اوبريشن امبليفاير.
انا مدي الايديا لغايه دلوقتي، مديني الايديا الاوبريشن امبليفاير، يبقى بروفايدد ان احنا بنتكلم على رينج لغايه 50 كيلو هرتز بس. ده كمعلومه بس اساسيه يعني. بص شباب، في اول عمر معاه ايه يا دكتور موجود هاي قدام بقى مكتوبه هنا في الجزء بتاع الاوبريشن امبليفاير، مكتوب مطلوب اهو الحاجات اهي، كل تجربه مكتوب فيها ايه المطلوب. اوبريشن امبليفاير هات 2، ريزيستنس هات 3، ريزيستنس 100 كيلو هات 1، ريزيستنس 220 كيلو هات 1، ريزيستنس 2.2 كيلو هات 1، البوتنشيومتر 10 كيلو هات 1. ده انزلوا جيبوهم مره واحده هينفع معانا كذا تجربه. طيب ده شرح نظري يعني، اللي هو بتكلم ده كانك هنا بتتكلم على الكومباريتور سيركت يعني. لو واحد اكبر من واحد بيدخل طبعا بيبقى محتاج فولت صغير قوي ديفرنس زي ما قلت لكم قبل كده. ده شرح عام يعني، دي مش التجربة نفسها، ده شرح للتجربة. ده الانفيرتنج امبليفاير اهو، ده شرح يعني لغاية دلوقتي. السامنج كل ده شرح نظري، ده برضه شرح نظري. انتجريتور ده عشان كل ده عشان التجارب اللي جايه بعد كده. وده الكومباراتور، دي بقى تبتدي التجارب هي النون انفيرتنج امبليفاير اهو، دي اول تجربه اهو. انا احط في سي سي بيساوي 5 فولت زائد او ناقص، اللي هي بتبقى النقاط دي. وبعدين هترسم هنا ال اهي كونستراكت كونكت ساينوسويدال ويف فروم فانكشن جنريتور 100 ملي فولت امبليتيود عند 1 كيلو هرتز فريكونسي، دي اللي هي الفي انبوت. Use CRO to plot the input and output waveforms and measure the gain. يعني انت هتحط هنا sinusoidal wave وهتحط ممكن ابقى ابعت لعمرو دلوقتي ان الاطراف دي بقى بتاعت 741، اطراف 741 دي طرف رقم 2، ده طرف رقم 3، ده الطرف رقم الاوتوز بتاعنا 6، وبعدين هنا 4 و8 السبلاي. بقى ابعت لعمرو اللي هي الاطراف بتاعته يعني. او انت يستحسن خش على جوجل ولا حاجه واكتب اوبريشن امبليفاير 741 او اسمه ال ام 741، وهتقدر تعرف الاطراف بتاعته يعني. لكن زي ما اقول لكم النيجاتيف دي 2، دي 3، السبلايز 4 هي النيجاتيف و8 هي البوزيتيف، والاوتبوت هو الرجل رقم 6، دي الاطراف بتاعته يعني. فهو بيقول لك حط هنا في انبوت دي ساينوسويدال ويف وشوف الاوتبوت هيطلع شكله ايه. هنا واضح جدا ان الجين احنا بنقول ان هو بيساوي 1 زائد ار 1 على ار 2، دي ار 2، فدي 10 كيلو ودي 100 كيلو، يبقى 1 زائد ار 1 على ار 2 تبقى 1 زائد 10 اللي هي 10 على 100 على 10 اللي هي ب 10، يبقى يعني كانك هتضرب الفي انبوت في 11. فالفي انبوت بتاعك ده طالع كام؟ احنا قلنا 100 ملي فولت، كويس؟
هتحط 100 ملي فولت الانبوت، يعني 100 ملي فولت اللي هي 1 من 10، اللي هي 100 ملي فولت 1 من 10، ف 1 من 10 في 11 يعني يطلع 1 1 من 10 فولت، ده الايه، ده المفروض الاوتبوت اللي بيطلع في هنا في. فبيقول لك اعمل بلوت واحسب لي الجين، الكالكوليتد جين هيبقى هنا المفروض 11، الفيز شيفت هنا صفر لان انت ده نون انفرتنج امبليفاير. الميجرد جين كام؟ الميجرد فيز شيفت، يعني انت هتعمل بلوتنج هنا للانبوت والاوتبوت، فالمفروض انهم بيطلعوا هيطلعوا ان فيز، يعني الاكسبكتد زيرو، اتوقع ان الميجرد هيبقى زيرو، يعني مش هيحصل خلاف. هي الجين ده اللي هو 11 ممكن تقيس انت، يعني عمليا طبعا عمليا بتعمل ايه يا شباب؟ ان انت بعد ما بتيجي ترسم الويف فورم بتاعت الاوتبوت بتحسب الامبليتيود بتاعها كام؟ نظريا 1.1 فولت، عمليا يطلع كام؟ يطلع واحد مثلا بدل 1.1، تبقى 1/1 اللي هي الانبوت، يبقى الجين بتاعك الميجرد 10 مش 11 مثلا، حاجه زي كده. ده اللي المفروض يطلع يعني. ده الانفرتنج امبليفاير، هيبقى عندكم ممكن انك تعمل الاثنين يعني التجربتين. فهنا ده يعتبر سامنج امبليفاير، انفرتنج سامنج امبليفاير، هتحط هنا برضو فولت وفولت. يبقى هيطلع في 1 مطلوبه في دي على دي، يبقى في 1 زي ما هي، وفي 2 اللي هي دي على دي زي ما هي. فالمفروض ان الاوتبوت يطلع ماينس الفولت، مجموع الفولتين دول ماينس مجموع الفولتين دول. لو دخلت ساينوسويدال ويف ولا حاجه تطلع برضو مجموع الاثنين، هترسم برضو الاوتبوت وتجاوب نفس الحاجات دي. ادي التجربه بتاعت بكره، دي التجربه بتاعت بكره. في حد عنده سؤال يا شباب؟ ها، فهاتوا اللي في اول التجربه اهي، الكلام اللي هو موجود اهو، ده حد من كل جروب ينزل او واحد ينزل يجيب للكل، يعني مفيش مشكله يعني. دكتور ممكن بس حضرتك توريني الاسئله اللي في الشيت هيضغط عليها دي، موجوده في الميديا اف انا او اني الاسئله، لو فيها مشكله بقى كلموني، لو في مشكله في نعم الاسئله موجوده فين؟ في الاخر، في اخر الوورد فايل بتاع الشرح موجود في اخره صح؟ نعم الوورد فايل بتاع الشرح بتاع تشابتر هي موجود في اخره صح؟ لا مفيش اخره. طب فين؟ يعني انت بتقول اجابه الاسئله تبقى فين؟ المفروض اجابه الاسئله جايه من فهمك الاسئله نفسها. الاسئله نفسها لازم يروح بتاع الفايل، يعني الجزء الشرح الفوقاني ده يعني يعتبر ده عشان بس بندي شكل اجمل للمانيوال يعني، مش اكتر من كده يعني. المفروض الكلام ده احنا مغطينه في المحاضرات، مش قصدي على اللعبه، انا بتكلم على الاسئله بتاعت الليكشر العادي الشيت اللي حضرتك بتتكلم عنه. المسائل اللي فاتت يعني كنا بنتكلم فيها الشيت نفسه مثلا موجود فين؟ الشيت انت بتتكلم على المعمل ولا جنرال؟ المسائل بتاعت المنهج، المسائل اللي موجوده في الكتاب صح كده؟ المسائل اللي في اخر الشيء ها؟ اللي حضرتك كنت بتحل منها دلوقتي موجوده في الوورد فايل كويس، مالها؟ موجوده في اخر الوورد فايل بتاع الشابتر ولا موجوده فين؟ ايوه المسائل موجوده في نهايه الشابتر اللي هو شابتر 2 اللي مكتوب عليه برنسبل امبليفاير ابلكيشن، ده هتلاقي في التكست اللي انا بعته. التكست اللي انا بعته في شابتر اسمه شابتر 2 اوبريشن امبليفاير ابلكيشن، هتلاقي في نهايته. هو انا شابتر 2 اللي اتبعت لي يا دكتور كان بتاع الباور سبلاي. نعم؟ شابتر 2 اللي اتبعت لي كان بتاع الباور سبلاي. مش بتاع الاوبريشن امبليفاير. الباور سبلاي. بتاع الباور سبلاي، طيب في واحد مكتوب عليه اوبريشن امبليفاير ابلكيشن عموما يعني. هو ده لسه ما بعتليش، لما اخرج ممكن تبعته لي مين؟ ما بعتولكش؟ نعم انا بعت، مش بعت لك التكست كله ولا ابعته لك بعت لي، مش مشكله اوكي ابعت لك تاني. لو اسمه اوبريشنال فاير ابلكيشنز، اسمه اوبريشنال امبليفاير ابلكيشنز. فزي ما اقول لك المطلوب كان موجود في الجدول في الاول خالص، شفناه مع بعض من شويه.
اهو الجدول ده يا شباب اهو. اوبريشن امبليفاير 741 ريزيستنس كذا ما اعرفش ايه الاعداد بتاعتهم اهي. طبعا انا يعني بفضل انكم تجيبوا اعداد اكتر من كده عشان ما يبقاش على قد بالظبط، او في كل جروب على الاقل يبقى فيه اتنين من الطلبة عندهم الكومبوننتس دي، يعني تبقى الكميات مضاعفة عشان اي مشكلة، يعني لان ممكن اوبريشن امبليفاير يتحرق ما اعرفش ايه كلام زي كده. فانا افضل ان الكميات دي تكون مضاعفة بالنسبة لكل جروب. بعدين يعني بالذات عندك المقاومات والحاجات دي، دي يعني اسعارها بسيطة جدا يعني، فليه واحد 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 خلوها اتنين تلاتة تفرقش يعني، يعني كوست مش هتكلفكم كتير يعني. فريش عمل فاير نفسه 8.2 جنيه 3 جنيه حاجه زي كده يعني، فبرضه احتياط لو حصل اي مشكله ولا اي حاجه يبقى معاكم زياده يعني. ها في اسئله يا شباب؟ ها وانا هبعت عمرو، هبعت لك التكست كله بتاع كل بتاع كل